بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في هذا الدرس سنتطرق إلى فكرة الطاقة للاتحاد، طاقة الاتحاد بين الدرج والريسبتر. فقد درسنا سابقا أنه الدرج موليكيول تتحد مع الريسبتر لتكوين هذا الكومبلكس بين الدرج والريسبتر، و هذا الاتحاد هو في حالة توازن. هناك يعني forward reaction، forward interaction مثلا، وباكورد dissociation. فالاتجاه الأمامي هو الاسوشيشن ويسمى الاتحاد association، والباكورد هو يسمى dissociation يعني التفكك. فهذا الآن الانتراكشن هو في حالة يعني association و dissociation بصورة مستمرة، وممكن قياس أي منهم يغلب على الثاني باستعمال مقاييس وهي نسبة هذا إلى الثاني. فلو قلنا نسبة الكي أون وهو الأسوشيشن إلى الكي أوف وهو الدسوشيشن، حصل على كونستانت، وهذا الكونستانت يسمى الإكوليبريوم كونستانت كي إي، يعني هو يقيس سرعة التفاعل، ثابت سرعة التفاعل بالاتجاه الأمامي أو الأسوشيشن، على قيس مقسوم على ثابت سرعة التفاعل العكسي وهو الدسوشيشن. هذا نسميه نحن الكي إي، وهذا مستعمل غالبا في يعني في عند دراسة الكيمياء العضوية أو الكيميكال رياكشن. بالنسبة احنا الآن راح نقيس، ممكن نقيس نفس هذا المقياس الكي إي، أو احنا نستعمل غالبا مقلوب الكي إي. مقلوب الكي إي هو أنه نقيس الكونستانت اللي هو نسبة الكي أوف على الكي أون، يعني نسبة التفكك، ثابت التفكك على ثابت التكون، الكونستانت أوف ديسوشيشن على الكونستانت أوف أسوشيشن، هذا يسمى كي دي. كي دي، فتلاحظ الكي دي هو بالحقيقة مقلوب الكي إي، مقلوب الكي إي. على كل حال، هو الكي دي مستعمل في أكثر الدراسات، وغالبا يسمى كي آي أيضا في بعض المقالات أو في بعض الكتب، أو بنفس الفكرة، هو عبارة عن مقياس الكي أوف على الكي أون. الآن هذا المقياس هو مقياس يعني مشاهد، هو شيء observed، شيء مشاهد يعني من هذا الانتراكشن بين الدرج والريسبتر. لكن ما هو السبب الذي يؤثر على هذا الكي دي، أو ما هو المسبب لهذا الكي دي؟ هذا يسمى هو فرق الطاقة اللي نأخذه في هذا السلايد. فرق الطاقة هو الذي يحدد يعني مقدار هذه الكي دي. فرق الطاقة يعني أن السيستم قبل الاتحاد مكون من فري دراج وفري ريسبتر، وبعد الاتحاد مكون من موليكيول واحدة وهي الكومبلكس. فهذا الآن هو زي مثل المثال اللي ذكرناه في الأعلى، نفس الفكرة، ولكن هنا موضحين مقدار الطاقة. تلاحظ مثلا طاقة السيستم إذا كان الدراج فري والريسبتر فري تكون بقيمة مقدار كذا، بعد الاتحاد ستكون بقيمة أقل، أو ممكن تكون بقيمة أكثر بحسب طبيعة الدراج والريسبتر وطريقة الاتحاد. المهم، إذا كانت طاقة السيستم بعد الاتحاد هي أقل من طاقة السيستم قبل الاتحاد، سيكون الاتحاد هذا spontaneous، تلقائي، كما أنت تدحرج كرة مثلا من هذا المكان، تقدر تدحرج بصورة يعني spontaneous إلى أسفل هذا الوادي، فهي عملية spontaneous، يعني الطاقة الكامنة في الكرة هون هي أعلى من الطاقة الكامنة في أسفل الوادي، فستحرج الكرة نزولا من هذا الوادي، وتحرر الطاقة طبعا عند ارتطامها بأي جسم هون، تتحرر الطاقة على شكل حرارة وعلى شكل أي شيء آخر. إذا كانت الطاقة للفري دراج والفري ريسبتر
هي أقل من طاقة الكومبلكس، في هذه الحالة لن يتكون الكومبلكس، يعني تكون الكومبلكس سيكون صعب. يعني لو فرضنا هناك كرة في هذا المكان، فالكرة إذا بقت في مكان ليس هناك احتمال تطلع الكرة إلى الجبل وتستقر في هذا المكان، هذا احتمال يعني ضعيف جدا أو شبه خلينا نقول يعني معدوم. فراح نقول إحنا هذا الرياكشن هو يعني يعتبر non spontaneous. يعني مقصود عام إذا إحنا قلنا رياكشن spontaneous معنى هذا أن احتمالية حدوث الرياكشن probability حدوث الرياكشن هي بالحقيقة مرتفعة جدا. كنت عندنا مثال هذا probability حدوث الرياكشن مرتفعة جدا، ولهذا نقول الرياكشن هو spontaneous. الرياكشن non spontaneous هو اللي تكون فيه probability حدوث الرياكشن تكون قليلة جدا. ففي هذه الحالة عندنا في المثال هذا شاهد أنه probability حدوث هذا الانتراكشن هو ضعيف جدا، ولهذا نقول الرياكشن هو non spontaneous. مقصود من هذا الكلام أنه لا ننفي يعني احتمالية العكس، يعني نقول هو محتمل الحدوث بشكل كبير، ولكن لا ننفي أنه ما يحدث في بعض الأحيان. وهذا نقول يعني لا يحدث في أغلب الأحيان، ولكن لا ننفي أنه حدوثه في بعض الأحيان. فهي مسألة probability، مسألة probability. فما ممكن حنا يعني نجزم أنه reaction مثلا في هذه الحالة لن يتم أبدا. ممكن يتم reaction في بعض الحالات، ولكن راح تكون احتماليته ضعيفة جدا. هذا reaction يتم في أغلب الحالات، في حالات نادرة قد لا يتم. المهم الغالب أن يكون هذا الرياكشن هو spontaneous، والغالب هذا الرياكشن يكون non spontaneous. قلنا طبعا اللي يحدد في إذا كان الرياكشن spontaneous ولا لا هو الفرق الطاقة الموجود في بين الريسبتر في حالة الفري، بين الدراج والريسبتر في حالة الكومبلكس. تلاحظ فرق الطاقة في هذه الحالة هو G2 ناقص عن G1، هو في قيمة نيجاتيف، يعني الآن الطاقة هون أقل من الطاقة في السابق، فيكون هذا الرياكشن قلنا spontaneous. في الحالة الثانية يكون G2 هو أعلى من G1، بالتحالف هذه الحالة تكون القيمة بالبوزيتيف، وبالتالي يكون هذا الانتراكشن قلنا يعني صعب الحدوث. إذا شفنا فرق الطاقة بين نيجاتيف نتوقع رياكشن spontaneous على يعني عنده high probability للحدوث. إذا كان فرق الطاقة بالبلس نتوقع يعني probability حدوث هي قريبا يعني شبه معدومة، لأن يعني تكون يعني الجي بالبلس. طبعا كل ما كانت الجي هذه البلس كبير كان مقدار كبير، كان رياكشن يعني احتمال حدوثه يتضاءل بشكل كبير جدا. نفس المبدأ هون، كل ما كانت النيجاتيف بقيمة كبيرة كانت probability الحدوث تزداد يعني بصورة أيضا مضطردة. فهذا الآن السكيم يوضح لك المسألة الفرق الطاقة هي بالحقيقة التي تؤثر على ما نشاهده نحن من قيمة الكي. هل هناك علاقة رياضية بين الدلتا جي والكي؟ نعم هناك علاقة تسمى معادلة أرينيوس، وهي الدلتا جي يساوين أو ممكن نقول الدلتا جي يساوينا آر تي لين كي دي، آر تي لين كي دي. أو إذا استعملنا طبعا إحنا الكي إي وهو مقلوب الكي دي نقول دلتا جي يساوينا ناقص آر تي لين كي إي. فالمعادلة تربط لك الطاقة مع إيش؟ مع الكونستانت. فنربط الطاقة وهي دلتا جي مع الكي دي بهذه المعادلة، عند الآر هو الثابت الغاز الغاز كونستانت، والتي هي الأبسوليوت تمبريتشر. الآن سنتعرف على يعني مكونات الدلتا جي. في السابق قالوا الدلتا جي أو يعني فرق الطاقة هو بالحقيقة فرق الحرارة، يعني قالوا أن G يساوي لنا فرق الحرارة الإج هو خلينا نقول الكم الحراري المخزون في هذا السيستم، وهذا الكم الحراري المخزون في هذا السيستم. فتلاحظ الكم الحراري المخزون في هذا السيستم هو عالي، فعند اتحاد الريسبتر إذا كان الريسبتر سيكون بكم حراري أقل سيتكون الريسبتر ويحرر بقية الحرارة الموجودة إلى الميديوم، يشع حرارة من هذا من السيستم هذا بعد تكون الكومبلكس.
طبعاً إذا كان السيستم العكس، إذا كانت حرارة السيستم مثلاً قبل الاتحاد هي أقل من حرارة السيستم بعد الاتحاد كما شاهدنا في المثال السابق، هذا السيستم الآن يحتاج إلى حرارة حتى يعني حتى يحدث الانتراكشن. فقالوا أنه الجي يساوي إن الإيش، يعني كم الفرق بكم الحراري قبل الاتحاد مع مقارنة بالفرق بكم الحراري بعد الاتحاد، هو ينطينا الإيش البروبابيلتي للحدوث. فقالوا أنه يعني دلتا جي هي الحقيقة تساوي إن الدلتا إج، دلتا جي يساوي إن الحقيقة هي الحقيقة الدلتا إج. لكن هذا الكلام طبعا يعني يعني كان صعب تطبيقه في بعض الحالات، مثلا الحالة هذه. في هذه الحالة مثلا تلاحظ أنه الفرق الطاقة الحرارية للسيستم قبل الاتحاد هو أو الكم الحراري للسيستم قبل الاتحاد هو نفس الكم الحراري للسيستم بعد الاتحاد، يعني الـ H1 والـ H2 متساوية. ففي هذه الحالة نقول أنه يعني ستكون عندنا دلتا G تساوي لنا صفر، يعني دلتا G تساوي لنا قلنا دلتا H، والدلتا H هي تساوي لنا H2 ناقصا H1، بما أن H2 والـ H1 هي متساويين راح تصير القيمة 0. إذا الآن دلتا G 0، الرياكشن أين يذهب؟ الأمام للخلف. هل ممكن يكون 50% من المادة بس بهذه الصيغة و 50% تكون بالصيغة الأخرى؟ هنا ناس يعني وقعوا في حيرة فقاموا بالتجربة وشاهدوا أنه بالحقيقة أنه معظم المواد تكون بشكل الغير متحد، يعني تقريبا يعني قريب 100% تكون بالصورة الغير متحدة، ولا ما يكون عندنا أي شيء من الكومبلكس إذا كان دلتا جي يساوي دلتا إيج يساوي لنا صفر. فما هو السبب؟ فما هو السبب؟ ففي هذه الحالة ثبت أنه هاي المعادلة تفسير الدلتا جي على أنه فرق بالكم الحراري، هذا التفسير هو تفسير ناقص، هذا التفسير الآن هو تفسير ناقص، لا يمكن يفسر لك بعض الظواهر مثل هذه الظاهرة. فاحتاج الناس أن يعدلون على هذه المعادلة حتى تصبح معادلة بشكل كامل. فوجدوا أنه الكومبلكس أو الفري دراج والفري ريسبتر قبل الاتحاد هما في حالة يعني حركة مستمرة وتقلب وتغير بالكونفورميشن، وبعد الاتحاد يصبحون في حالة شبه يعني تتوقف الكونفورميشن أو يصير بها نوع من التصلب وتقل البعثرة للسيستم. يعني بعثرة السيستم في هذه الحالة هي عالية، لكن بعثرة السيستم بعد الاتحاد ستكون أقل، يعني هذا السيستم الآن يسمى سيستم مبعثر أو يسمى سيستم عشوائي أو مبعثر، أما هذا السيستم بعد الاتحاد هو سيستم مرتب. فقالوا إذا نحن نضيف هذه القيمة العشوائية نضيف إلى المعادلة حتى تتحسن عند المعادلة، نضيف القيمة هذه بحيث أنه يكون السيستم العشوائي هو المفضل على السيستم المرتب، يعني هذا ثبت بالتجربة أن السيستم العشوائي هو السائد والسيستم المرتب هو يعني قليل إذا كانت الـ H1 تساوي الـ H2. فقالوا أنه دلتا G تساوي دلتا H وضافوا قيمة العشوائية. طبعا العشوائية تقاس بقيمة تسمى الـ S أو تسمى الانتروبي، فقالوا هذه الـ S هي قبل الاتحاد وهذه الـ S هي بعد الاتحاد، الفرق بين الاثنين يسمى يعني دلتا S، دلتا S يساوي لنا S2 ناقصا S1. فقالوا احنا نضيف الدلتا S وهي S2 ناقص S1، وأيضا نضيف الحرارة لأنه كل ما كان السيستم كل ما حرارة السيستم يعني زادت راح تكون البروبابيلتي الحدوث أفضل إذا كانت الدلتا S يعني بقيمة موجبة، يعني كانت العشوائية أكثر من بعد الاتحاد أكثر من العشوائية قبل الاتحاد، فوظيفت يعني الحرارة وهي temperature إلى المعادلة، فأصبحت المعادلة بهذه الصيغة اللي هي المعتمدة حاليا تسمى Gibbs free energy، دلتا G يساوي دلتا H ناقص T دلتا S. طبعا ما زال هناك أيضا قصور في هذه المعادلة وقد تفشل في بعض الحالات، ولكن الحد الآن هي المستعملة في تفسير الـ probability لحدوث الـ interaction بين الموليكيولز. فالبروبابيلتي الحدوث وهي نقيسها بقيمة الدلتا جي، كل ما كانت دلتا جي مور نيجاتيف كانت البروبابيلتي الحدوث هي جيدة، الدلتا ايش كل ما كانت نيجاتيف كانت البروبابيلتي الحدوث ايضا قلنا يعني طبعا الدلتا ايش هي مكونة من كونات الدلتا جي، فالدلتا ايش الدلتا جي الدلتا ايش النيجاتيف تعطينا طبعا دلتا جي الدلتا ايش النيجاتيف تعطينا دلتا جي نيجاتيف، كذلك الدلتا اس اذا كانت بقيمة بوزيتيف ستكون ايضا تؤثر يعني تعطينا دلتا جي نيجاتيف. ف
فتلاحظ انه كل ما كانت الدلتا اس قيمتها بوزيتيف يعني كانت الاس 2 اكبر من الاس 1، وكل ما كانت الدلتا اتش بقيمه نيجاتيف يعني كانت الاتش 2 هي اقل من الاتش 1. بهذه الحالات سيكون الانتراكشن سبونتانيوس وعنده احتماليه حدوث كما ذكرنا يعني عاليه، عنده هاير probability للحدوث. اذا هذا هو بالحقيقه يعني مكونات الطاقه، فرق الطاقه هي بالحقيقه مكونه من جزئين، جزء الكم الحراري هو الدلتا اتش، وجزء الكم العشوائي وهو الدلتا اس. فاحنا الان نقيس البروبابيلتي الحدوث او نقيس الدلتا جي، نحتاج نعرف قيمتين، قيمه الفرق الكم الحراري بين الحالتين قبل الاتحاد وبعد الاتحاد. نحتاج ايضا نعرف قيمه الفرق بالكم العشوائي قبل الاتحاد وبعد الاتحاد حتى نحكم بالنهايه قيمه الدلتا جي، ونقرر هل الرياكشن واي سيكون سبونتانيوس ولا نون سبونتانيوس، وهل يكون سبونتانيوس بشكل كبير عنده هاير probability ولا يكون نون سبونتانيوس بشكل كبير عنده يعني شبه معدوم الحدوث وهكذا. تلاحظ في هذا يعني الشكل يوضح لك انه الدرج له يعني كونفورميشنز والريسبتور له كونفورميشنز، وبعد الاتحاد سيتكون هذا الكومبلكس. تلاحظ هناك كله في العشوائيه من منظورين. المنظور الاول كان عندنا في هذه الحاله مثلا 2 مولكيولز اصبحت مولكيول واحده. فلو عندنا سيستم الان فينو 1000 مولكيول في السيستم الان، وكان السيستم مبعثر بشكل كبير، سيتحول الى سيستم بينو 500 مولكيول فقط، فيكون السيستم شبه مرتب. اذا هذا الفرق العشوائيه الان واضح انه هذا العشوائيه في الحاله هذه اقل من العشوائيه في الحاله الاولى. الفرق العشوائيه هذا هو فرق العشوائيه بالنسبه لعدد المولكيولز، يعني خلينا نقول قله النمبر اوف مولكيولز اللي قد تعمل الكوليجن او البراوني موشن، هذه القله ستؤدينا الى قله العشوائيه. النقطه الثانيه انه الكونفورميشنز ايضا اختلفت، يعني كان الدرج عنده مثلا اربع كونفورميشن اصبح بكونفورميشن واحد، كان الريسبتور عنده مثلا ثلاثه كونفورميشن اصبح بكونفورميشن واحد، هناك ايضا خساره في الكونفورميشنز. اذا يمكن القول انه يعني عند الاتحاد بين الدرج والريسبتور هناك تغير العشوائيه بعده مقاييس، من ناحيه عدد المولكيولز مثلا يكون اثنين يصبح عدد يعني واحد، وكذلك الكونفورميشنز ايضا ممكن اذا كانت يعني خمسه تصبح واحد، او اذا كانت ثلاثه تصبح واحد وهكذا. فالتغير العشوائي الان هو على نطاقين، نطاق عدد المولكيولز ونطاق الكونفورميشنز. فغالبا بعد الاتحاد الدرج مع الريسبتور هناك تكون الاس 2 قليله. سبب قله الاس 2 بعد الانتراكشن بالنسبه للدرج والريسبتور هو من يعني بسببين. الاول انه نمبر اوف مولكيولز اللي تسبح بالسيستم، يعني خلينا نقول تعمل البراونيان موشن، هاي المولكيولز الان عددها سيقل يعني ستقل، وبالتالي تقل البراونيان موشنز، وهذه قله في العشوائيه. الشيء الثاني ايضا هناك قله في النمبر اوف كونفورميشنز، النمبر اوف كونفورميشنز، فستقل ايضا الكونفورميشنز، وهذا القله في الكونفورميشن طبعا هي ايضا قلنا سبب ان هذه الاس 2 القليله. فتكون في هذا النوع من الانتراكشنز لو نظرنا الى بالنسبه للدرج والريسبتور يعني كوحدتين مستقلتين فقط، فرضنا ان الانتراكشن يصير في الفراغ بين الدرج والريسبتور، سنلاحظ انه الاس 2 ستكون غالبا هي اقل من الاس 1، تكون الاس 2 اقل من الاس 1. طبعا هذا تاثيره سلبي على الرياكشن، انه قلنا لو كانت الاس 2 اقل من الاس 1 ستكون يعني الدلتا اس بالنيجاتيف، وبالتالي ستصبح هذا التاثير هو تاثير يعني سلبي على الاتحاد، فالدلتا ايش يساوي لنا ناقص تي دلتا اس. فبالتالي اذا اصبحت العشوائيه يعني بعد الاتحاد اقل من العشوائيه قبل الاتحاد، يعني او ما نقول البعثره بعد الاتحاد اقل من البعثره قبل الاتحاد، سيكون هذا لها تاثير سلبي على الدلتا جي. كيف معنى سلبي؟ تكون قيمه الدلتا اس بالنيجاتيف، نيجاتيف في نيجاتيف تصير بوزيتيف، فراح يصير الدلتا جي تقترب من البوزيتيف، وتكون بالحالي بهذه الحاله كمية حدوث الرياكشن يعني ستقل البروبابيلتي لحدوث الرياكشن، ستقل البروبابيلتي لحدوث هذا الرياكشن. نلاحظ ان الانخفاض في العشوائيه بعد الاتحاد له تاثير يعني سلبي على
على احتمالية حدوث الانتراكشن بين الدراج والريسبتور. ولهذا السبب يعني بسبب هذه الحالة غالبا الدراج موليكيولز يفضل ان تكون يعني مش فليكسبل، تكون اقل فليكسبلتي، حتى عند اتحادها مع الريسبتور ما في شيء تخسره، ما تخسر عشوائية كثير، لانه يعني اصلا هي لها كونفورميشن مثلا واحد او اثنين، وعند اتحادها تصبح كونفورميشن واحد، فتكون الخسارة اما تكون صفر او تكون 50% فقط. لكن لو لها كونفورميشنز كثير مثلا، مثلا خلينا نقول الموليكيول مثلا يعني 20 كونفورميشن وعند اتحادها مع الريسبتور تحول لكونفورميشن واحد، فهناك خسارة كبيرة بالكونفورميشنز، يعني هناك خسارة كبيرة يعني 95% من الكونفورميشنز الآن خسرناها عند الاتحاد مع الريسبتور، وهي خسارة كبيرة للعشوائية وسيكون لها تأثير سلبي للغاية على الاسبونتانيستي أو يعني احتمالية حدوث هذا الانتراكشن بين الدراج والريسبتور. إذا قلنا قياس بعثرة السيستم قبل وبعد الاتحاد هي مهمة لمعرفة إذا كان هذا الاتحاد هو سبونتانيس ولا غير سبونتانيس. فقلنا أن الدراج يتحد مع ريسبتور لتكوين هذا الكومبلكس، فلو فرضنا أن هذا الاتحاد سيحدث في الفراغ فإن التغير في العشوائية واضح في هذه الحالة، فهناك في الحالة الأولى عندنا 2 موليكيولز ستتحول إلى موليكيول واحدة، كذلك عندنا multiple conformations للدراج و multiple conformations للريسبتور ستتحول مثلا إلى conformation واحد للدراج و conformation واحد للريسبتور، وهذا بالتأكيد هو قلة في العشوائية، يعني أن الـS2 بهذه الحالة هي بالتأكيد أقل من الـS1 وبالتالي ستكون الدلتا S بقيمة نيجاتيف. فإذا كانت الدلتا S بقيمة نيجاتيف هذا تأثيره سلبي على الانتراكشن، يعني كنا نعرف أنه الدلتا G يساوي لنا الدلتا H ناقصا T دلتا S، فإذا أصبحت الدلتا S بالنيجاتيف ستصبح القيمة بالبوزيتيف، وهذا يؤدي إلى أن تكون قيمة الدلتا G تقترب من إيش، ترتفع تقترب من الصفر أو تتجاوز إلى البوزيتيف فاليو، وهذا يؤدي إلى نون سبونتانيوس انتراكشن. إذا هذا هاي الحالة الآن أمامنا اتحاد الدواء مع الريسبتور تكوين الكومبلكس في الفراغ بالنسبة للتغير العشوائي هو تغير سلبي على الانتراكشن، لكن هذا في الحقيقة الاتحاد لا يحدث في الفراغ وإنما يحدث في وسط سائل. إذا لو أخذنا بعين الاعتبار وجود سائل في الميديوم، فهناك سائل ووتر موليكيولز موجودة حول الدراج، ووتر موليكيولز موجودة حول البوكيت الذي يتحد معه الدراج، فعند اتحاد الدراج مع الريسبتور سيتحرر جزء من هذا الماء ويتبعثر في السيستم. تبعثر الماء الآن هذا في السيستم هو زيادة في العشوائية، إذا هذا عامل زيادة في العشوائية، فلو نظرنا إلى الماء الآن بهذه الحالة سنلاحظ أن الماء كان مرتب قبل الاتحاد وأصبح مبعثر بعد الاتحاد، يعني أن الـ S2 بالنسبة للماء هي أعلى من الـ S1، أعلى من الـ S1، يعني دلتا S الآن بالنسبة إلى الماء هي قيمة تكون بالبوزيتيف، وهذه يعني إيجابية على الانتراكشن بين الدراج والريسبتور. إذا هناك التغير في العشوائية هو من عدة جوانب، التغير العشوائي بالنسبة للدراج والريسبتور كما شاهدنا أن العشوائية تقل، أما بالنسبة للماء فإن العشوائية تزداد. إذا التغير النهائي للسيستم أو يعني العشوائية النهائية للسيستم هي بحقيقة مكونة من جزئين، جزء يتعلق بالدراج والريسبتور وجزء يتعلق بالماء. الآن زيادة العشوائية بالنسبة للماء في هذه الحالة هي جيدة فيما إذا كانت جزيئات الماء هذه لا تكلف طاقة عند بعثرتها، يعني إذا فرضنا أن جزيئات الماء هذه لا تعمل انتراكشن شديد مع الدراج أو مع الريسبتور فالنزع سيكون سهل، وبالتالي تكون عندنا فائدة بالعشوائية. يعني لو قلنا الآن التغير الطاقة بالنسبة لجزيئات الماء على حدة دلتا جي، خلينا نقول في للماء نسميه دلتا جي اوف ديسولفيشن تساوي لنا الدلتا اتش ناقصا تي دلتا اس. الان الدلتا اس هو بشكل ايجابي جيد موجب بوزيتيف، ما هو الحال بالنسبة للدلتا اتش؟ هذا الان سيحدد فيما اذا كانت هاي الدلتا جي ستكون قيمتها قليلة او كثيرة. طبعا اذا كان نزع الماء من هذا من السيرفس يكلف طاقة، معنى هذا الكلام أن طاقة السيستم قبل الاتحاد
H1 ستكون أقل من طاقة السيستم بعد الاتحاد H2. يعني إن H دلتا H ستكون قيمتها في البوزيتيف البلس، وبالتالي التأثير الإيجابي اللي حصلناه بسبب البعثرة سيلغيه التأثير السلبي بسبب تكاليف نزع الماء من هذا السيرفس، فستصبح بالنهاية دلتا H دلتا جي قد تكون قيمتها صفر أو قد تكون قيمتها بالبوزيتيف بحسب الكلفة اللي نحتاجها لنزع الماء من هذا البوكيت. على العكس من ذلك، لو كان هذا البوكيت لا يعمل، لو كان هذا السيرفس للدراج أو الريسبتر لا يعمل انتراكشن شديد مع الماء، سيكون نزعه من نزع الماء من هذا السيرفس لا يكلف طاقة. يعني على الأقل تكون الـ H1 تساوي للـ H2 على الأقل أو قريبا من هذا الكلام، يعني ستكون القيمة قريبة من الصفر. فإذا كانت القيمة قريبة من الصفر ستكون تأثير الدلتا S واضح. هذا الكلام طبعا موضح في هذا الشكل. تلاحظ البولر سيرفيس تعمل انتراكشن مع الماء، فينزع الماء الآن من البولر سيرفيس يكلف طاقة، وهذا يحتاج إلى إيش؟ إلى طاقة لنزع هذا الماء، فبالتالي ستكون الـ H2 ستكون الـ H2 أعلى من الـ H1، فستكون قيمتها في البوزيتيف. لكن في الحالة النون بولر سيرفيس نزع الماء لا يكلف طاقة، لهذا ستكون قيمة الـ H2 تكاد تكون مساوية لقيمة الـ H1، وبالتالي ستكون قيمة قريبة من إيش؟ قريبة من الصفر. ففي حالة البولر سيرفيس سنلاحظ أن الدلتا جي ستكون مرتفعة، بينما إذا كان السيرفيس نون بولر ستكون الدلتا جي منخفضة، ستكون الدلتا جي منخفضة. إذا هذا يوضح أن تأثير طبيعة السيرفيس على الطاقة الكلية للسيستم. هذا الآن الانتراكشن بيحدث بين النون بولر سيرفيسز، هذا يسمى بالحقيقة الهيدروفوبيك انتراكشن. فالهيدروفوبيك انتراكشن لو ردنا نعرفه هو بالحقيقة انتراكشن اعتباري، يعني وما في هناك يعني بونز متكونة بين النون بولر سيرفيسز، وإنما اعتباري من ناحية العشوائية. فزيادة العشوائية هذه للسيستم إذا كان السيستم نون بولر تؤدي إلى نوع من تجاذب، وهذا يسمى انتراكشن.